دعينا لا نتحدث عن الأرقام، لكن أكيد هنالك قصة لإحدى الفتيات لا تزال ربما في بالك، لا تفارقك، فتاة تعلق قلبها بك وربما بالقرآن، لأن يقال أن الجميع يمكننا أن نرد جميلهم إلا من يعلمنا القرآن ويصبر على هفواتنا ويجعلنا نصر على الحفظ. في الحقيقة أنا أسميهم كل طالبة هي قصة نجاح في صناعة التحدي والحفظ القرآن الكريم، مذهل. لكن أكثر الطالبات ربما تعلق قلبي بها هي التي سبقتني إلى الرفيق الأعلى، بنية كنت يعني أذكر حتى خطواتها وهي صغيرة تأتي إلينا تريد أن تحفظ القرآن، همة عالية. وكان الوالد يوصيني، وحتى الزوج حفظه الله كان يقول لي إذا وصلت لدرجة أنك عندك من الحذاقة حينما يقبل عليك الطلاب تدركين من عيونهم من مشيتهم هذا سيحفظ وهذا لا يحفظ لأهل القرآن. فكنت أميز، فكسبت تلك المهارة الحمد لله، فقلت هذه ستختم القرآن. ختمت القرآن بجد واجتهاد، كانت يعني في سن ربما في 16 سنة هكذا، لكن لما جات كانت أصغر. ثم أنا من منهجي بعد الحفظ ماذا؟ بعد الحفظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبقي بناتي عندي، فكنت قلت لا، تقول لي يا أستاذة لا السبت القادم عندنا اختبارات وإن شاء الله السبت الآخر أمتحن. فكان وافقت لها على ذلك. ثم كان ذلك السبت بالنسبة لي سبت أسود صراحة، فجاءت من المدرسة التي تدرس بها الثانوية أظن، وفي طول الطريق أسود بالنسبة لي أني فقدتها، لكن أفتخر بقصتها. طول الطريق وهي تراجع القرآن لأنها ستلتقي به ولها اختبار، ولم يكن أحد منا يعلم أنها كانت رحلة الخاتمة. فبعد ما وصلت إلينا إلى بيت أهلها صراحة، وبعدين تأتي غدا عندي، فهنا كانت الفاجعة، دهستها الحافلة التي جاءت فيها استقالتها، فماتت في حينها رحمها الله. كنت أعدها مشروعا كبيرا في الحفظ والتحفيظ والسمت، والعجيب أن أمها كانت ضد الحفظ القرآن وكذا منوال آخر تماما، يعني ليس بدفع الأم وكذا، لكنها تبعت أمها راضية. فسبحان الله كنت كالوالدة لها، نعم الحمد لله تشرف بذلك. الآن مصحف إيمان لا يزال معنا، وتعرض به والدتها القرآن على الأستاذات، وسيرة إيمان لا تزال متصلة